السلمية لدى الثوار والمحتجين لم تتزحزح، هل أصحاب القبعات الزرق أرادوها أن تكون غير سلمية؟ هل الثوار كانوا في 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 اختبار حقيقي وظلوا سلميين؟ وبعد أن تأكدوا منها، ما هي الصفحة القادمة؟ يعني أظن أنه إذا تابعنا القبعات الزرق كانت لديهم ثلاثة أدوار بعضها يناقض البعض الآخر. الأول كانوا أشبه ما يكون بالملاك الحارس لساحة التحرير، ولا ننسى كان لهم دور في حماية ساحة التحرير من موجات الميليشيات، هذا واضح، التي حاولت أن تدفعهم من ساحة الوثبة إلى 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 ساحة التحرير. الدور الثاني أنهم بدأوا ينسحبون في فترات ما بعد مقتل كل من فريق سليماني والحاج المهندس، بدأوا يخففون وجودهم. الدور الثالث أنهم دخلوا في دور هو يشبه دور تلك الجماعات التي كانت لا تريد تلك الخلطة أو التعددية داخل الساحات، تريدها من لون واحد، لكن اليوم واضح أنهم بدأوا ينسحبون، وربما أكدوا لأنفسهم أنهم في هذا الدور الثالث ماذا يريدون بعد؟ هل يريدون أن تكون لهم الساحة لوحدهم؟ الساحة لا تزال هي. قبل أن أنتقل للأستاذ أحمد الأبيض دكتور هشام حتى نكون نؤرخ الحالة كما هي، هم انسحبوا أم أجبروا على الانسحاب؟ هم مجموعة عقائدية تتبع التيار الصدري، وبالتالي هم لا يجبرهم أحد إلا السلطة الروحية والأبوية للسيد مقتدى الصدر عليهم. هم منهم المؤمنين ومنهم المقلدين الانقياديين. أنا أعرف هذا دكتور. ومنهم الذين أنا سؤالي وأنا أعرف هذا. وحماسين. هل جاءهم أمر من السيد مقتدى الصدر بالانسحاب أم هم انسحبوا تحت الضغط الجماهيري والضغط الإعلامي؟ في تغريدات أنا برأيي أنهم لا يمنعهم وجودهم حتى الموت، هم يتبعون السيد مقتدى الصدر بدون أن يخافوا شيء أو يخافوا يهابون الإعلام. أنا لو نظرنا إلى الحملة أنا حسبت أكثر من كاريكاتير وأكثر من فيديو وأكثر من حسابات مليونية انتقدت وجرحت بشكل واضح، وأيضا بيّنت الكثير من الأعمال الوحشية، لكنهم لم ينسحبوا إلا تغريدات متتابعة ثلاثة للمقرب من السيد مقتدى الصدر وأخرى للمقتدى الصدر، هي التي أولا رفعت القبعات الزرق عنهم، وثانيا سحبتهم، وثالثا منعت وصولهم إلى الساحات. وهسه سمعنا عن تغريدة أخرى أنه أذنت لهم بالعودة مرة أخرى إلى الساحات. نعم.